على وقع ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تسير معركة التحرير ويلوح النصر فيما تبقى من محافظة شبوة. في مديرية عسيلان والتحديدا في الجهة الغربية من المديرية، تحدثت مصادر عسكرية عن صد الجيش الوطني هجوما للميليشيا أسفر عن مقتل عنصرين من الميليشيا وجرح آخرين. الميليشيا لا تتردد هنا عن محاولة استعادة بعض المواقع التي فقدتها خلال الأسابيع الماضية بعد أن ضيق الجيش الوطني الخناق عليها في جبهات عسيلان وأيضا جبهات الساق في بيحان. يرى مهتمون أن استمرار الجماعة الإنقلابية وحليفهم صالح في خوض معاركهم الخاسرة أصلا في شبوة هي نزعة للبقاء بالقرب من أهم منشآت نفطية في المحافظة. من جانبه يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معركة تحرير مناطق عسيلان وبيحان بمشاركة من طيران التحالف العربي. وأفاد مراسل بلقيس أن طائرات التحالف دمرت آليات وتعزيزات عسكرية للميليشيا في منطقة طوال السادة كانت في الطريق إلى عناصر الميليشيا في منطقة بئر قائد وبئر أحمد في مديرية عسيلان الجبهة الأكثر توتراً ومواجهات في شبوة.